عشرة متواجدون في منطقة شعبة القيطان، مكان اندلاع الحريق المهول الذي شهدته المنطقة والذي أتى على الأخضر واليابس، وأدى إلى وفاة شخصين شقيقين من عائلة بورزك. البنوات كاينين بزاف، وهذا ما يؤكد وما يدل، وإن دل على شيء يدل بأن الحريق مفتعل. خاطرش حنا لقينا تما حوايج اللي شعلوا بهم النار البنوات هذو. هي بفعل فعل شعلها البارح جويه 8:30 9 شعلها هنا طفيناها وهرب منا، ما لحقناش. وجوي 10 وحنا 11 وحنا نطفيو فيها، ومن اليوم الصباح انا يعني عقبت منا جوي 11 12:30 طلعت لفوق للدهمشه قالوا لي شعلت، وشافوه الجماعه باللي هبط الطوموبيل هبطته شعلها وعاود هرب.